نائب الفاعل. من المرفوعات نائب الفاعل، ويأتي بعد فعل مجهول الفاعل، ويحذف الفاعل للجهل به أو للإخفاء، كضرب زيد ورفع البناء، أو إذا كان معروفاً أو مسموعاً ك خلق الإنسان هلوعا، أو ليس لذكره واجب. إذا حييت بتحية فالرد واجب. ويأتي نائب الفاعل من المفعول ظاهرا أو مضمرا حسب الأصول، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، فلا يكلم إلا حين يبتسم. من أنت؟ أنا حورية الباحر. كيف وصلت إلى شبكتي؟ من أين أتيت؟ أنا أتيت من الباحر. من البحر؟ كيف؟ أنا أسكن في البحر. لا يوجد في البحر إلا الأسماك التي أصطادها.
في البحر الأسماك والحيتان وكلاب البحر وسمك القرش و... كفى كفى يا إلهي، كل هذا؟ طبعاً، ألا تعرف فوائد البحر؟ السمك، التنقل بواسطة السفن. السفن للتنقل في البحر؟ سفن الركاب وسفن البضائع وسفن حربية وغواصات. يا الله، كل هذه الأشياء والأنواع؟ واستخراج النفط من قاع البحر. نفط في قاع البحر؟ أتهزئين مني؟ طبعاً لا، أنت تهزئين مني وترتدي هذا الزي الغريب لتظهري في هذا الشكل. يا ذكي، اسمي حورية البحر. يا سلام، أنت مصرة أن تلتقي بي. حسنا، تعال سأخذك إلى البحر. لا اتركيني. الحمد لله، كان حلما. حورية البحر. ما هو سؤالك اليوم يا سيد فهمان؟ حسناً، ما هي فوائد وجود البحر في حياتنا؟ فوائد وجود البحر عديدة، بل قل كثيرة. أولاً، البحر مصدر غذائي مهم جداً لأنه يحتوي على الكثير من الأسماك. جميل جميل. وثانياً، تعد وسائط النقل البحرية من أهم الوسائط التي يعرفها عالمنا، حيث أن بعض أنواع البضائع لا يمكن نقلها إلا بالبحر لكبر حجمها وثقل وزنها. يا عمي، البحر قوي فعلاً. وثالثاً، البحر موطن لكل الأسماك والكائنات البحرية التي تعيش فيه، وبدونه ستموت لأنها ستفقد أحد أهم مصادر الغذاء. يا إلهي، البحر مهم مع أنه لا يحوي أشياء ثمينة مثل الذهب مثل بالعكس بالعكس يا فهمان، ففي البحر نجد اللؤلؤ والمرجان والنفط والغاز الطبيعي
وهي أشياء ثمينة. ثمينة، أجل ثمينة ومهمة أيضا. إذن هذه رابعا، يعني أن البحر يحتوي على ثروات طبيعية ضرورية للإنسان. أحسنت، أحسنت يا فهمان. وخامسا، بدون وجود البحار والمحيطات لن تكتمل دورة المياه في الطبيعة، فلن يتبخر الماء في البحار والمحيطات ليصعد إلى الطبقات العليا ثم يتكاثر ويتساقط مطرا. يا للهول يا للهول، عندها ستجف المزروعات ومصادر الغذاء النباتية، ولن نجد طعاما، وسنجوع، سنموت. و فهمان، لماذا تبكي؟ هذا لم يحدث ولن يحدث إن حافظنا على البيئة ولم نلوث البحار. نعم صحيح. وسادسا، سمعتهم يقولون إن لم يعجبك الحال فاذهب وبلط البحر. كيف؟ 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 كيف يكون البحر مهما في هذه الحالة؟ إذا اختفى البحر لن يستطيع الناس أن يبلطوا البحر عندما يغضبون. بعد أن عرفنا ما على سطح البحر، ما رأيكم أن نغوص داخل البحر ونعرف ما في هذا العالم العجيب؟ هيا. يتكون من ثلاثة أحرف عكس رحب، فمن أنا؟ عمر عبادة جائعان؟ نعم أنا جائع جدا. الطعام جاهز، طعام البحري. وما هو؟ أقدام الأخطبوط مقلية بالزيت.
أنتم كلام الحرية عن البحر. سوف نطلب من مارد الكشكول أن يأخذنا. لا يوجد في البحر إلا الأسماك التي أصطادها. من أنت؟ أنا حورية البحر. كيف أتيت؟ ومن أين أتيت؟ أنا من أتيت من البحر. ليش كمان كلمة يعني؟ كشكول، نحن فرسان الكشكول، نحن أبطال الكشكول.